من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهل معنى هذا أن الطواف بهما وهو يسمى بالسعي مباح وليس واجب؟ السعي بين الصفا والمروة واجب للحج أو للعمرة، وهو ركن، هو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. أما قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فليس معناه الإباحة، وإنما هذا دفع لشبهة حصلت لبعض الصحابة، لأنه كان في الجاهلية كانت على الصفا أصنام وعلى المروة أصنام، فلما جاء التوحيد والإسلام تحرج بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة لأنها كانت في الجاهلية عليها أصنام، وقالوا كيف نطوف بين الصفا والمروة مع أنها كانت عليها أصنام؟ فالله نفى هذا الحرج وهذا الجناح، لأن هذه الأصنام قد زالت والحمد لله، وحطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهر المشاعر منها، فبطل مفعولها وزال أثرها والحمد لله، والصفا والمروة من شعائر الله من أعلام دينه، ولا يؤثر عليهما وجود الأصنام عليهما في الجاهلية. فالمراد هو نفي هذا التحرج الذي حصل لبعض الصحابة نظرا لما كان من أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية قد زال والحمد لله، والصفا والمروة من شعائر الله، لا يؤثر عليهما هذا الشيء الذي كان في الزمان السابق. أما حكم السعي وبين الصفا والمروة للحج والعمرة فهو واجب وركن، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر يسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ولما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع سعى بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم. نعم.